أهلاً يا جماعة مرحباً بكل من أراد أن يتابعنا في هذا الدرس الجديد الدولة، السيادة والمواطن ملاحظة بسيطة كل دروس الفلسفة، كل مسائل الفلسفة يمكن أن تتابعونها على هذه المنصة لسين. في علاقة الدولة بالسيادة والمواطن يبدو أن برنامج الفلسفة دأب على البحث في هذه العلاقات الممكنة نحن نفكر من خلال هذه العلاقات حينما نقول الدوله السياده والمواطنه يمكن ان نبحث في نظام العلاقه بينهما اما من جهه ما يمكن ان يتحقق من تعارض بينهما او من جهه ما يمكن ان يتحقق من توافق بينهما هذه الواو التي نبحث عنها هي واو تربط بين السياده والمواطنه ولكن علينا ان نميز في البدايه ان هذه السياده اذا ما اعترفت بالمواطنه كانت هذه السياده هي سياده دوله شرعيه واذا ما نفت هذه السياده واستبعدت فكره المواطنه لم يكن ليرتقي الافراد الى مرتبه المواطنه فتحولوا الى مجرد رعاي كاننا امام نوعين من السياده السياده الاولى هي سياده تقوم على التعارض بين سياده الدوله واراده الافراد يكون فيها الحكم حكما فرديا وترد سياده الدوله في هذه الحاله الى صاحب السلطه وهو صاحب السياده لتكون هذه السياده بيد شخص واحد في هذه الحاله تقوم السياده على نوع من التناقض بين السياده التي يمتلكها صاحب السلطه وبين اراده الافراد الذين لا حول لهم ولا قوه هؤلاء الذين لا يمتلكون حتى حق الذين لا يمتلكون حتى حق المشاركة في الحكم أو إبداء رأي لهم في هذا الحكم السياسي تنطلق إذن فكرة التعارض من الإقرار بأن الحكم السياسي يكون لصاحب السلطة الذي هو في الأصل صاحب السيادة وهو صاحب القيادة ويكون الأفراد مجرد رعاية في معنى أن هؤلاء الأفراد إنما يتنازلون عن حق حكمهم لأنفسهم مما ينفي عنهم كل حق لهم وأول هذه الحقوق التي يكون واول هذه الحقوق التي يتم نفيها هي نفي حق المواطنه ونفي حق الحريه نحو اخضاع اراده الافراد نحو اخضاع اراده الافراد لسلطه صاحب السياده تكون هذه السياده سياده مطلقه ماذا نقصد بالسياده المطلقه؟ نقصد بها انها سياده لا تقبل القسمه ولا تقبل المشاركه لتعود هذه السيادة إلى شخص واحد، وليكون صاحب السيادة هو من يتولى أمر الحكم، فلا يشاركه فيها أحد، مقابل أن يتكفل بتأمين السلم والأمن للأفراد. يُخضِع صاحب السيادة إرادة الأفراد، له، ولكنه لا يمكن أن يخضع إرادته لأحد، فهو الذي يأمر الجميع ولا يأمره أحد، فهي سيادة تراقب ولا رقابة عليها. إن احتكام هذه السيادة يكون من باب منطق القوة كأسلوب للحكم. يتمتع صاحب السياده في هذه الحاله بسلطه مطلقه فهو حكم دون قوانين وكثيرا ما يردد صاحب السياده انا السلطه انا الدوله انا القانون ان حضور السياده لا يضمن الحق ولا المواطنه ولكنه يضمن البقاء ويتكفل غالبا صاحب السلطه بوصفه صاحب السيادة بأن يبادل الأفراد حريتهم مقابل ما يمكن أن يحصلوا عليهم من أمن. إن هذه المقايضة بين الأمن والحرية جعلت الإنسان يطلب الأمن ويضحي بهذه الحرية، غير أن هذا الذي يضحي بحريته من أجل الأمن قد لا يستحق لا أمنا. ولا حريه يغلب على اوامر الحاكم وافعاله سيطره الشهوات والرغبات وتحقيق المصالح وخاصه تحقيق المصلحه الخاصه والشخصيه ليكون هذا الحكم اقرار لنوع واحد من النظام وهو النظام الاستبدادي مقابل ذلك نجد ان مقابل ذلك نجد ان هذه السياده بامكانها ان تمتد لتمثل المواطنين فهذه السياده بامكانها ان تكون ايضا سياده المواطن من جهتي ان المواطنين هم الذين يضفون الشرعيه على سياده الدوله، وكان الدوله تستمد شرعيتها من سي وكان الدوله تستمد شرعيتها من اراده الافراد. ان هؤلاء المواطنون ان هؤلاء المواطنين هم مواطنون يشتركون في سلطه السياده. لا تتحدد المواطنه في الفكر السياسي الحديث الا على انه انتماء الى وطن محدد. فحسب وانما تتحدد ايضا بكونها مشاركه في الحياه السياسيه وحصول على الحقوق السياسيه والمدنيه التي تهبها الدوله لافرادها لتكون هذه السياده سياده تشاركيه ولتكون سياده المواطن هي ذاتها سياده الشعب إن هذه السيادة التشاركية تتحدد بوصفها سيادة قابلة للقسمة وسيادة قابلة للتجزئة وسيادة قابلة للمشاركة إن الاعتراف بالمواطنة داخل النظام السياسي الديمقراطي ينظر للفرد من جهة أنه كائن حر ومصدر كل سيادة تقوم هذه السياده التي اساسها المشاركه بين الافراد على الاعتراف بحق المواطن في المشاركه السياسيه فالخير هو ما يتحقق من مصلحه عامه وخير مشترك للجميع تستمد سياده الدوله شرعيتها من الاراده العامه ماذا نقصد بالإرادة العامة؟ إن المقصود بالإرادة العامة هي إرادة كل الأفراد من حيث أن إرادة الفرد هي جزء من الإرادة العامة فإذا ما خضع الفرد للإرادة العامة كان بذلك يخضع لإرادته الخاص وبذلك يتم معالجة مشكل الحكم السياسي من جهة أن الجميع يطيعون هذه السيادة، ولكن من جهة أخرى الجميع يشاركون في الحكم السياسي، ومن جهة أخرى أن المواطنين يمارسون فعل الحكم، فهم الذين يحكمون وهم الذين يطيعون. لتكون هذه السيادة سيادة تنطلق من الاعتراف بسيادة المواطنين ومن حقهم في المواطنه وهو ما يقلص من مجال التوتر بين الافراد كمواطنين احرار وبين سياده الدوله باعتبارها تمثل السلطه ولكن اذا ما اردنا ان نفهم معنى السياده فكيف يمكن ان نفهمها ان هذه السياده في الحقيقه ليست الا ما يحيل على الرفعه والسمو والعلو باعتبارها السلطه السياسيه المستقله التي تكون اوامرها نابعه من اراده الافراد وتكون هذه السياده قادره على تنظيم نفسها بنفسها وعلى فرض توجهاتها إذا ما أردنا أن نؤسس لمفهوم حقيقي للسيادة نجد هذه الخصائص الأربع التي يمكن أن تتحدد بها السيادة من جهة أولى نجد أن هذه السيادة تحيل على السلطة وقت يقول سيادة نقول أنها سلطة إن السلطة لا تحكم إلا باسم ما تمتلك من قوة والسيادة لا تتحقق سيادتها إلا باسم ما تمتلك من سلطة. في معنى آخر للسيادة تتحدد هذه السيادة من جهة استقلاليتها، ذلك أن من يمتلك السيادة تكون أوامره نابعة من ذاته. في معنى ثالث تتحقق هذه السيادة من جهة أنها هي التي تنظم العلاقات بين الافراد. وهي التي بإمكانها أن توفر الأمن في الداخل وترد الأعداء في الخارج. في معنى رابع وأخير تكون هذه السيادة هي السلطة العليا التي تعلو على كل سلطة أخرى. بهذا المعنى نجد نوعين من السيادة. سيادة تحيل على دولة القوة، سيادة تحيل على دولة القوة، وتستعمل القوة كحق، وسيادة أخرى تنطلق من الاعتراف بالحق، فتحول, فتحول الحق إلى قوة، بين الاعتراف بحق القوة الذي تمارسه دولة القوة. وبين الاعتراف بدوله الحق التي تتخذ من الحق هو القوه. نجد تعارضا حقيقيا، تمييزا حقيقيا بين نوعين من النظام السياسي، النظام الاستبدادي من جهه والنظام الديمقراطي من جهه اخرى. ولكن ماذا لو اردنا ان نبحث في حدود هذا الموقف؟ سواء تعلق الامر بالتعارض بين سياده الدوله واراده الافراد او التصور الثاني الذي يوافق بين سياده الدوله واراده الافراد من بين الحدود التي يمكن ان نشكك فيها من خلال هذا التعارض ذلك ان سياده الدوله القائمه على التعارض والتي تتاسس على منطق القوه سرعان ما يكتشف فيها الانسان انه انتقل من حاله الطبيعه البشريه التي كان عليها وكان فيها يظهر الانسان انه كائن ضعيف يطيع من كان اقوى منه فاذا به يتحول وينتقل الى حاله اخرى تبدو اكثر سوءا من الحاله الاولى اذا ما كانت حاله الطبيعه البشريه التي الزمت الانسان بالانتقال من الفوضى والعنف والهمجيه وخير ان يكون الفرد او المرء تحكمه دوله ويتنازل لها عن حقه في حكمه لنفسه فانه في الحقيقه لم يفعل الا انه استبدل الا انه استبدل حالة سيئة وهي حالة الطبيعة البشرية بحالة اكثر سوءا منها وهي حالة السيادة المطلقة التي يكون فيها الانسان مجرد رعية مجرد خاضع للسلطة المطلقة لصاحب السيادة في معنى آخر لي في معنى آخر للبحث في هذا التشكيك الذي يمكن أن نمارسه ونراجع من خلاله فكرة السيادة المطلقة فإننا نجد أن هذه السيادة التي تمارسها دولة القوة لا تفعل في الحقيقة إلا أنها تحول الدولة ذاتها إلى مقبرة للحريات الفردية. وفي معنى ثالث وأخير نجد أنه إذا استمرت سيادة الدولة القائمة على التعسف فإنها في الحقيقة تحول الكائنات الإنسانية إلى مجرد كائنات تعبد صاحب السلطة فإذا ما تعود الأفراد على الاستبداد اعتادوا العبودية فما عادوا قادرين على التمييز بين الحاكم النافع والحاكم الشرير والغاشم انهم ما عادوا يميزون بين الحاكم النافع العادل وبين الحاكم الشرير الغاشم اما في علاقه السياده بالاعتراف بالمواطنه فان التصور الذي يحصل في هذا المجال انما هو في الحقيقه ما يمكن ان يتاسس عليه من تحول خطير لمفهوم السلطه الذي تحولت بموجبه هذه السلطه الى سلطه ناعمه يقبل بها الانسان ولكنها في الحقيقه تروج لتوافق مغشوش يتم فيه استبدال السلطه المطلقه بهيمنه الدولة البرجوازية مثل ما يحدثنا بذلك ماركس. وهذه السيادة تمارس في الغالب اما باسم العقل واما باسم الحق واما باسم القانون. ماذا نقصد بذلك؟ حينما يطيع الفرد القانون فانه في الحقيقة لم يقع التخلي عن صفة الطاعة، وانما تحول مفهوم الطاعة من طاعة الفرد لسلطة صاحب السيادة باعتبار ان الحكم الذي يمارسه حكما فرديا الى طاعة القانون ولكن في الحالتين لم تغادر الانسان صفة الطاعة فكرة اخرى يمكن ومن خلالها ان نناقش مبدا هذا التوافق الذي قلنا عنه انه توافقا مغشوشا ذلك ان ما, يروي ما تروج له الدوله الديمقراطيه من انها تمتلك كل المؤسسات والهيئات التي بامكانها ان تراقب الدوله لا يعتبر ذلك حجه على مرونه النظام السياسي الديمقراطي بقدر ما يعتبر ذلك حجه على ان الانسان لا يكاد يثق في هذه الانظمه السياسيه والا لما أم والا لما اسس مؤسسات تراقب هذه الدوله، كان الدوله الديمقراطيه ليست في الحقيقه افضل الانظمه السياسيه، وانما هو النظام الاكثر سوءا من بين كل الانظمه الاخرى. لتتحول القوانين التي يقع التشريع لها الى مجرد قناع ايديولوجي يخدم مصلحه الطبقه المهيمنه. هكذا اذا. هكذا اذا تبدو علاقه السياده بالمواطنه علاقه شائكه ولكن ذلك لم يمنع ابدا من توسيع مجال المواطنه والبحث عما يمكن من الانتقال بفكره المواطنه الى مجال تعميمها نحو توسيع مجال الحق ليتحول هذا الحق من حق للمواطن داخل الدوله المحليه الى حق للمواطن العالمي الذي يتمتع بمجموعه من الحقوق السياسيه الكونيه التي يتمتع بها كل مواطن في العالم ان القول بان المواطنه العالميه هي مواطنه بامكانها ان ترتفع وتنتقل بفكره المواطنه من مجال ما هو سياسي محلي الى مجال المواطنه السياسيه الكونيه التي يتساوى فيها كل مواطني العالم في التمتع بحقوق سياسيه واحده هذه الحقوق السياسيه شانها ان تتوزع على الجميع وهو ما يمكن ان يحقق نوع من الوحده السياسيه بين كل مواطني العالم. لا تتحدد المواطنه بهذا المعنى في الانتماء الى الوطن فحسب، وانما ايضا اصبحت تتحدد ضمن افق الكوني الذي تلتقي فيه كل الانسانيه ولكن ضمن مجال ما هو سياسي. ليتم لي توسيع مجال الحق وكأن حقوق المواطن المحلي لا يمكنها ابدا ان تستوفي فكره الحق بالمعنى الانساني. فتصبح المواطنه العالميه مجالا لتوسيع فكره الحق نحو ان تكون هذه الحق نحو ان تكون هذه الحقوق التي يمكن ان يتمتع به المواطن العالمي هي حقوق كونيه. وكان المواطن العالمي هو مشروع يعمل من خلاله على استكمال مجال الحق والانتقال به الى مجال يوسع من حضوره داخل نظام الحقوق ولكن هل يمكن فعلا ان نصدق وان نثق ما تقوله المواطنه العالميه على نفسها، الا يمكن ان يتحول هذا المفهوم الى حجه اخرى لممارسه الهيمنه السياسيه العالميه على الشعوب؟ الا يجب ان نقول بان المواطن العالمي ليس في الحقيقه الا مجرد مشروع لتطبيق السياسه العالميه الجديده التي خططت لها العولمه. يبدو ان فكره المواطنه حيثما ولت وجهها فانها تعترضها من المشكلات ما يؤكد هذا التوتر الدائم بين المواطنه من جهه وبين سياده الدوله من جهه اخرى. نلتقي في درس اخر الفلسفه في دقائق. مرحبا بالجميع تابعونا دائما